عليكم البنات، بخير، كل شيء مزيان، كل شيء على ما يرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غيكون واحد الكاطو كلاصي بالخوخ بنكهة الخوخ ولاموز ديال الخوخ. نتمنى من الله يعجبكم، وما تنسوش البنات تشتركوا في القناة وتضغطوا على ذاك الجرس الموجود في الجانب، ونبداو مباشرة في المقادير والطريقة. دوزو مباشرة المقادير. كنحتاجو واحد 400 غرام ديال لاكريم فريش، 6 ديال الوراق ديال الجيلاتين، واحد 100 غرام ديال السنيده، وجوج العلب ديال الخوخ المعلب. كناخذوا لا كريم ديالنا كما كتشوفوا، غنحاول نطلعها مزيان. ضروري البنات هاد لا كريم تكون في الثلاجه، تكون بارده باش تطلع لينا مزيان. غادي ناخذ الباطور وغادي نطلعها واحد المده تقريبا ديال 10 دقائق، وانا كنطرب كندير سرعه عاليه، وكنبقى نطرب حتى كنطلعها مزيان طلع لينا لا كريم ديالنا. خذوا البنات وقتكم ملي تكونوا تخدموا في طلعوا فيها، يعني خذوا الوقت ديالكم الكافي. غادي نبقى نطرب فيها حتى تطلع ليا مزيان، يعني طلع، وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي، وغادي ندخلها للثلاجه ونخليها حتى غنبغي نستعملها عاد غنعاود نجبدها. يعني ضروري لا كريم غنتوجدوها قبل من ما تبداو الخدمه ديالكم، باش كتبغي تبرد شويه باش تكون هكا تكون مزيانه وتكون جاهزه. غادي نطربها مزيان، نغطيها وندخلها للثلاجه، وندوزو نشوفو الباقي ديال الطريقه. يعني ندوزو نشوفو الطريقه الكماله ديال الطريقه ديالنا كما كتشوفوا. انا غادي ندخلها للثلاجه دابا وعاد ندوزو نكملو الباقي. غناخذو ديك العلبه ديال الخوخ ديالنا، وغادي ناخذو الميكسور وغادي نميكسيوه مزيان، طحنوه مزيان هاد الخوخ مزيان. كنبقى نطحن فيه حتى ما كيبقاو ليا حتى طريفات، كيبقاو لي كله مطحون مزيان صافي. وغادي ندوز باش نضيف ليه باقي المقادير ونديرو فوق البوطه كما كتلاحظوا. طحنتو مزيان كما كتشوفوا الشكل هو تطحن. ومن بعد ما طحنتو مزيان غادي ندوز نضيف ليه ديك 100 غرام ديال السنيده، وغادي نحركو مزيان، وغادي نديرو فوق البوطه واحد المده ديال 2 دقائق تقريبا. حتى كما كتشوفوا البنات من بعد ما غليتها واحد المده ديال 2 دقائق، غادي نقص منها واحد 6 المعالق او 7 المعالق باش غادي ندير بهم الكلاصاج ديالي من الفوق. وكما كتشوفوا البنات راه انا المشكل ضاع ليا الفيديو ديال لاجينواز، لان ملي كنت كنحضر في هذا الكيك هادي كما كتشوفوا، انا غادي نعصر دوك الجيلاتين اللي فزكتهم من قبل في الماء، وغادي نعصرهم ونديرهم في ديك الخليط حتى يذوبوا ليا مزيان. بالنسبه للاجينواز بسا ليا الفيديو ديالها لانني كنت كنفيلمي، وقالوا ليا راه واحد خالتك توفات، ما بقيتش عرفت كيفاش، واش ما عرفتش كيفاش مشى ليا داك الفيديو. بالنسبه للاجينواز درت فيها واحد 2 البيضات، و 60 غرام ديال السنيده، 60 غرام ديال الفرينه، وواحد نص خماره صافي. دخلت هذيك لاجينواز، فرشت ليها البابي سوفيليزي ودخلتها الفران حتى طابت، يعني واحد المده ديال 10 دقائق. انا راني غفلت عليها، تحمرات ليا شويه صافي. خليتها حتى بردات وقطعتها على قد الساحق اللي غنخدم به، ودرتها لتحت وقطعت دوك الخوخ اللي بقى ليا واحد الشرائح، ودورتو مع الجناب، وقطعت واحد المربعات صغيورين درتهم في الوسط، ودزت دابا باش نخلط لا كريم فريش مع داك لاموس ديال الخوخ اللي وجدت من قبل حتى برد ليا. ودابا كنبقى نحرك من الفوق لتحت من الفوق لتحت حتى ينسجموا ليا هاد الخليط مع بعضه بشويه، غير ينسجم ليا مزيان. كنحرك غير بشويه، وغادي ندوز نخويه فوق داك الخوخ اللي درتو لاجينواز، يعني غير بشويه كنحاول نقاد السطح باش ما يبقاوش ليا دوك الفراغات صافي. غادي نقاد ليها السطح ديالها، وغادي ندخلها للمجمد واحد الليله كامله عاد باش ندوزو نكملو الكاطو ديالنا. بالنسبه للطبقه الاخيره غادي نحتاجو ليها داك 7 المعالق اللي خليت ديال الخوخ، 2 ديال الجيلاتين، واحد 2 المعالق ديال السنيده، واحد كاس ديال الماء. غادي نفزك دوك الجيلاتين في الماء، غادي نحاول نفزكم في الماء من قبل.
صافي. وغادي ندوز ونسيت واحد النكهة ديال الخوخ. غادي ندوز ناخد الكاسرونة اللي غنخدم فيها، يعني اللي غندير فوق النار، غادي ناخد الكاسرونة غندير فيها داك الخليط اللي خليت ديال الخوخ صافي، وغنضيف عليه واحد الكاس ديال الماء، ما بارد، غادي نضيف عليه واحد الكاس ديال الماء كما كتشوفوا. انا نسيت ما حطيتوش، يعني غادي نضيف عليها تقريبا، ما عامرش الكاس، ما عامرش، غادي نضيف عليها ديك الكاس ديال الماء، وغادي نضيف دوك جوج معالق ديال السنيده، وغندير واحد راس المعلقه ديال النكهه ديال الخوخ صافي، وغنديرو فوق البوطه حتى يغلى لينا مزيان لمده تقريبا ديال واحد جوج دقائق صافي. غادي نحرك مزيان وغنديرو فوق البوطه حتى يغلى، وكما كتشوفوا غليت الخليط ديالي مده ديال واحد جوج دقائق. غادي ندوز نعصر دوك الجيلاتين اللي فزت في الماء، دوك جوج جيلاتينات اللي فزت في الماء، وغادي نديرهم في هذاك الخليط، وغادي نحركهم مزيان حتى يذوب ليا الخليط مزيان، وغادي ندوز نسقيه ونحطه جانبا كما كتشوفوا، نخليه حتى يبرد صافي. غادي نخليه يبرد ليا شويه وعاد ندوز نكمل. المهم بعد ما بقات لي الحلوه ديالي ليله كامله في الثلاجه حتى شدات راسها مزيان، مشيت الثلاجه في الكونجيلاتور حتى شدات راسها مزيان، غادي ندوز باش ندير فوق من هذاك الكلاصاج اللي حضرت يعني من قبل، انا درته هو باقي دافي شويه، يعني ما عنديش الوقت باش نبقى نتسنى فيه حتى يبرد. كنخوي فوق المعلقه وكنخوي غير بشويه باش ما نتقلش الحلوه ديالي، يعني كنحاول نخوي غير بشويه، الا خويته في مره واحده غادي يدير ليا يعني غيدير ليا شي حفره في ديك الحلوه، كنحاول نخوي غير بشويه كما كتشوفوا، انا غير بالمعلقه كنهز وكندوز نخوي في الجناب وفي الوسط باش تبقى ليها السطح ديالها صافي. غادي ندوز نكمل انا الطريقه ديالي غير بشويه حتى نكمل هذا الخليط ديالي كامل كما كتشوفوا، انا كنهز غير بشويه بشويه، يعني البنات والله الصراحه انا راه هاد الحلوه واخا كيك خدمتها بالعقل والله، ما عرفت راسي شنو كندير، المهم كنت مبرزطه خدمتها واخا كنخدم فيها العقل ما كاينش والله العظيم صافي. وغادي ندوز نكمل نخوي هاد الخليط ديالي كامل فوق منها ونقادها ونرجعها للثلاجه حتى تبرد ليا تماما، عاد باش ندوزو نشوفو الشكل النهائي ديالها. ما تنساوش البنات، ما تنساوش تدعمونا عفاكم باللايك والاشتراك، الله يرحم ليكم الوالدين. من بعد ما خليتها واحد المده ديال انا خليتها واحد المده في الكونجيلاتور، نتوما غادي تخلوها غير في الثلاجه لتحت. دابا غادي ندوش باش نزينها، دابا غادي ندوز باش نزينها. خديت حبات ديال البرقوق، شويه ديال الكاكي والفريز، هادشي اللي متوفر صافي. غادي ندوز نقطعهم واحد شرائح، غادي ندوز نزين بهم الكاطو ديالي، نقطع شرائح رقيقه. التزيين كيبقى اختياري وعلى حسب اللي كل واحد شنو متوفر عنده، كل واحد شنو عنده صافي. دزت قطعت هذاك ديال الكاكي طريفات صغيورين صافي، وغادي ندوز نزينها. انا زينتها بهذا الشكل، نتوما تزين تفنوا فيه كما بغيتوا صافي، وغادي تقدميها بالصحه والراحه كما كتشوفوا. التزيين ديالها غتشوفوا الشكل النهائي ديالها في الاخر، يعني حطيت طريفات هكا، زينتها بطريفات ديال الفريز صافي. كما كتشوفوا راه كتجي زوينه بزاف البنات، واخا انا خدمتها ماشي بعقلي، المهم راه هي كتجي غزاله بزاف البنات، غير جربوها ردوا كما كتشوفوا البنات. هذا هو الشكل النهائي ديالها، انا كنت مخليها في الكونجيلاتور، نتوما اكيد ما غديروش بحالي لاننا ما كانش عندي الوقت، خليتها في الكونجيلاتور. كتشوفوا ديك البيوضيه ديال الثلاجه اللي فيها من الفوق، يعني ديال الثلاجه ديال الثلج صافي، خليتها في الثلاجه في الكونجيلاتور، نتوما راه غتخليوها غير في الثلاجه لتحت. وكما انا غنبقى نشوف لكم نقطعها لكم باش تشوفوا الشكل ديالها، وهذا الشكل ديالها من الداخل كما كتشوفوا. الصراحه البنات راها جات زوينه زوينه بزاف والله الا غير جربوها على حسابي، والطريقه ديالها راه ساهله، راه ماشي شي حاجه، يعني طريقتها ساهله بزاف.
واخا المبتدئات يقدروا يصايبوها، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. جربوها ردوا عليا الخبر بنات، ما تنساوناش من اللي لايك.